في البيت حرام حسب الله ولا الوكيل. أيوة حسب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، متابعين موقع بصراحة الإخباري، معاكم شيماء حيدر. الآن في عزبة خليل الجندي إحدى قرى مركز إتصا بمحافظة الفيوم، وهي قرية أحمد مفتاح، وهو ضحية مطرب المهرجانات أحمد صاصة اللي راح ضحية دهس تحت عجلات سيارته. طبعا أحمد مفتاح رحمة الله عليه كان طالع للقمة عيشه، رجع جثة هامدة وطرف أربع أولاد نتيجة الحادث. السلام عليكم، دلوقتي أنا معايا زوجته. السلام عليكم. عايزة حق جوزي، أنا بطالب بحق جوزي، عايزة حق جوزي اللي حرم ولاده منه، حرم أربع أطفال منه وأربع تانيين يتامى، ثمان أطفال اتحرموا منهم، ثمان أطفال اتحرموا من أبوهم النهارده وإمبارح. حسبي الله ونعم الوكيل. هو كان طالع ليه؟ بيشتغل ولا طالع؟ بيشتغل، محل اتنجا اللي هو شغله، محل اتنجا اللي هو شغله بيجري علينا بيه. محل اتنجا اللي شغله، ما عندناش حاجه اللي هو شغله. انت بتقول انه بيربي ثمانيه مش اربعه، هو عنده اربعه ولا ثمانيه؟ عنده اربعه وفي اربعه يتامى تاني، اللي هو اللي بيهم. ايوه ولاد اخوه بيربيهم، متولي بيهم. اخوه برضه متوفى، ابن عمه هو المسؤول عنه، ابن عمه. فين ولاده يا جماعه؟ فين ولاده؟ فين ولاده؟ شوفوا الولد، شوفوا الولد الصغير فتى. انت ابنه؟ ايوه. فين يا بنت؟ بابا محمد. محمد؟ لا ده يوسف، ده الكبير. دي ده محمد عنده 10. عنده 10؟ اكبر ولد في اولاده؟ اكبر ولد في اولاده 10. يعني ما لناش حد يجري علينا، لسه طفل صغير ما يجريش علينا. هو احمد الله يرحمه عنده كام سنه؟ عند 40 سنة. 40 سنة. طب بيقال انه كان معدي والعربية طلعت عليه؟ لا مش معدي، ده واقف على الرصيف. طيب حاضر. طب انا معايا دلوقتي اخوه. بصي حضرتك، انا اخوه. اتفضل. حضرتك انا سواق نقل تقيل. تمام. تمام؟ هو حضرتك اخويا اصلا ما كانش بيعدي الطريق. اخويا واقف مستني الباص اللي بيركب فيه رايح الشغل. اخويا ما عداش طريق. لدرجة حضرتك ان انا السواق اتواصلت مع السواق اللي كان بياخده. ان الحادثه حاصله في الرصيف وهم معديين عليها، لما وقفوا ما لقوش على الطريق. ما لقوش على الطريق؟ ما لقوش، هم واقفين في مكان الحادثه والحادثه جنبيهم. يعني في المكان، يعني الحادثه في الرصيف قدامهم، هو اصلا واخده هو واقف. يعني هو خبط وهو واقف، هو واقف على ده الطريق. لا حضرتك انت ما شفتش صور العربيه؟ انا حضرتك انا سواق نقل تقيل. معلش حضرتك، هم بيقولوا كان بيجري 70 وكان بيجري 80، مفيش حضرتك الكلام ده. حضرتك ده كان بيجري فوق ال 150، وانا قلت الكلام ده يا جماعه 100 مره. حضرتك بص، حضرتك هو ما كانش ماشي في وعي. اقول لحضرتك حاجه، دي عربيه حديثه، دي حضرتك عربيه حديثه بملايين، فيها فرامل اي بي اس. يعني حضرتك لو بيجري 60 70 هيدوس فرامل حضرتك، العربيه هتقف. انا حضرتك اخويا وانا بغسله، انت ما كنتش شفت المنظر. بص اقول لحضرتك حاجه، انا اخويا ما لقيتش بيه حته سليمه. اخويا سحله بالاسفلت لحد الرصيف وهو واقف. اخويا ما عداش الرصيف، عدى منين؟ لما حضرتك واقف، انا اتواصلت حضرتك مع السواق. انا اتواصلت مع السواق اللي هو بياخده، اللي بياخد الورديه، بياخد الورديه، اللي بياخد الورديه. اخويا احمد كان مستني الورديه رايح الشغل. كان مستني الباص بتاع الورديه رايح الشغل. هو حضرتك شغال في شركه خاصه في 6 اكتوبر. هو واقف مستني الورديه، مستني الباص بتاع الورديه، ما عداش اصلا، ما هو الدائري في اتجاهه. عدى راح فين حضرتك؟ انا حضرتك انا سمعت برضه في وسائل التواصل ان هو كان بيعدي، كان لا حضرتك. واقول لحضرتك حاجه، انا اخويا مكلمني بالليل وكان بيعذب. لا يعني كان بيعذب حد؟ كان بيعذب بنصف حد قريب. يعني حضرتك اللي هو مش زي ما الناس بتقول. لا مفيش طبعا حضرتك الكلام ده. وانا حضرتك خلفالك، انا جو النيابه بعتوا لي ناس وقعدوا يتفاوضوا معايا، بيتفاوضوا معايا بيعرضوا عليا عروضات، بس انا مش هتنزل عن حق اخويا. انا دم اخويا مش عندي، مش انا شبشب اللي بيدوس فيه ب 10 زيه. حسب مليون بس. هو حضرتك ده روح ولا مليون؟ هو حضرتك ده روح؟ هو ما ولاده حضرتك اهو.
اهو بص شايفه ده؟ ده روحي في ابوه ده، انا ده ما كنتش قادر اقول له ان ابوك مات. استناه من الخميس للخميس. ده حضرتك؟ بيستناه من الخميس للخميس عشان يجري وراه. حسبت الشغل ما يجيش الا الخميس اهو. حسبت يطلع عشان يشغل الصبح. بس فحضرتك يعني الوضع صعب. حبيبي الوضع صعب. حبيبي يا ابوي. حضرتك انا اخويا الداس وباي ذنب قتلك؟ ما عملش حاجه. حضرتك انا اخويا ما عملش حاجه. الراجل طلع لك ليش؟ انا حضرتك انا كنت في السعوديه جاي بقالي ثلاث ايام، انا ما شفتوش، كنت معادي تتقابل معاه امبارح. قابلته فين بقى؟ قابلته هو جثه. عشان واحد مستوهم بأرواح البشر. ليه؟ هو حضرتك هتقول له ان احنا متسوقين يعني؟ انا سواق ليا 22 سنة. ياكل شوفوا ولا ياكل على اللي ما معاش عشان ما رب العطيه. هو حضرتك عشان العملية فلوس يعني؟ حسب الله ونعم. يبهس على البشر؟ حسب الله ونعم. لا أنا واثق في القضاء المصري. وأنا في النيابة امبارح ما اتنزلتش. يا عشان أنا امبارح في النيابة بعتوا لي ناس وعصام صاصة طالع لي كأنه سكران بيعمل لي كده، بيعمل لي في صبعه كده يقول لي أنت اللي أنت أخو اللي أنا دهسته ودينا له وديه يعني إيه؟ يعني حضرتك ليه بيعمل لي كده بأطباق؟ أنا حضرتك عارف أنا وأنا في النيابة واثق في القضاء أنا ما كنتش هسيبه. حسب الله. وحضرتك انا دخلت للنيابه. هو طالع عمل لك ايه؟ بيعمل لي كده بصبابعه. ليه؟ يعني ايه يعني؟ هو مش واعي اصلا. مش واعي. مش واعي. هو حضرتك مش واعي اصلا هو بيقول ايه؟ هو اصلا عملوا لي تحليل وطلع وطلع يعني ما. لا مستحيل. لا مستحيل حضرتك. ايوه ده مستحيل. لا لا. اقول لحضرتك حاجه. هو قادر بنفوذه وبفلوسه. استحاله شفت ابني يكون مش شارب. استحاله على انا بقول لحضرتك انا اخويا اتفرج. كان يكون مش شارب. ايوه يعني هو قادر. مرات ابوه. غلبان. انت مرات ابوك؟ اه تمام. قولي لي بقى انا اللي مربياه. من الله ولا الابن كويس على الغلبان وماشي محترم جدا وماشي كويس براحته ماشي كويس وماشي محترم وماشي في حاله وبيطلع على لقمه عيش ومن يوم السبت ما بيجيش الا الخميس لعياله وماشي كويس. ده جاي من حفله شارب. ده جاي من حفله شارب. انا اللي مربياه وانا اللي مجوزاه ودي بنت اختي. انا اللي مربياه من وهو صغير ودي بنت اختي. حسب الله ونعم الوكيل. دي مراته تبقى بنت اختي. أيوة. وانا اللي مربيها من هو قد كده وانا عارفه مربيها مربيها صح وماشي. خليه معدي الطريق لما انت شارب. لو معدي الطريق كان شاله كان شاله. الحوادث حصلت قدامي كتير. انا في فيصل هناك. انا قاعده في فيصل. الحوادث يعني العربيه بتشيل واحد كده بترميه بيجي له ارتجاج في المخ بيجي له كسر رجل بيجي له كسر مش عارفه ايه. انما انا شفت ابني ما عرفتوش. انت انا ما عرفتش ابني. انا ما دخلتيش عليه. انا دخلت دخلت التلاجة وشفته. ما شفتوش ما عرفتوش. ما عرفتهوش من اللي هو فيه. ما فيش هيطلع بعضها. ده واكله. ده طب هو اخوه دلوقتي بيقول هو هناك بيشاور له كده. بيشاور له بيقول له انت اخوه اخو اللي انا دهسته. اه يعني هو اخوه اللي دهسته. مش يعني ايه مش مالين عينه. انا نقدر ناخد حقنا بدراعنا. يقصد ان هو مثلا يقصد ان هو اصلا هو مش واعي. قادر. وحضرتك هو في تحليل المفروض النهارده. عرفت منين ان هو مش واعي؟ هو من طريق كلامه. من طريق كلامه. طبعا. انت عارفه ان حضرتك انا كنت رايح على مدمه انه في حد خبط اخويا عادي ورايح النيابه قلت خلاص ساب الطريق هديه لان انا راجل سواق. فحضرتك كنت واخد الموضوع اللي هو ايه اللي هو خلاص قضاء ربنا واحد ماشي وخبط. بس حضرتك لما رحت لقيته بيكلمني كده مش جاي الموضوع خالص. حضرتك الموضوع مش طبيعي خالص. انا بقول لحضرتك هو طالع عليا فوق السكران بشويه. والله العظيم ما هو واعي. ازاي حضرتك طلع كده؟ ازاي حضرتك طلع ما فيش حاجه؟ ما بتطلبوا بيه؟ انا انا بطلب بحق اخويا ومش هسيبه. ومش انا حق اخويا مش هتنزل عنه. شبشب اخويا مش عاوز اقول لك عندي في الدنيا كلها. هو بيقول ان هو كان معدي الطريق. هل ده حقيقي؟ لا حضرتك ما حصلش. ايه اللي حصل؟ اخويا واقف مستني الباص بتاع الورديه. وبعدين هو واخده على الرصيف حضرتك في اليمين خالص. لو هو كان في نص الدائري زي ما الناس بتقول او زي ما هو بيقول حضرتك كان هيبقى في نص الطريق. اخويا مدعوك في الرصيف في الجنب اليمين جنب البنزيمه. وحضرتك في كاميرات هناك تدل على كده. يعني في كاميرات في كاميرات حقيقي. في كاميرات هناك الوضع متراقب في الحته دي. وانا حضرتك حتى انا لما اتكلمت هناك بطالب ان هم يفرغوا الكاميرات اللي في الحته دي. لانه حضرتك انا اخويا انا عارف حضرتك. انا عشان خاطر ان انا اتاكد من الموضوع عشان خاطر ان انا اتاكد مع من الموضوع انا اتصلت بالسواق بتاع الورديه. وبعدين انا عشان خاطر ما اظلموش انا قلت يمكن مظلوم. تمام. اتصلت بسواق الورديه قال لي مكلمني من دقيقتين.
تمام. من دقيقتين حضرتك تخيلي ان هو معدي من يعني دقيقتين بينه وبينه، وهو خده في العربيه في الرصيف وهم معديين الدائري ماشي، قال لي ده انا فكر عربيه خطة في الرصيف. يعني شفت حضرتك الوضع وصل لحد فين؟ فاكر ان هو بيقول لي انا فكر انه في عربيه خطة في الرصيف، طلعت العربيه صاحب اخويا تحتيه مموته، وهو جاي واقف اصلا مستنيه بيقول له بضرب، بيرن على تليفونه بقى مقفول. اقول لحضرتك حاجة؟ بس اقول لحضرتك حاجة؟ انا هجيب لك التليفون بتاعي دلوقتي هوريكي. شوفي هوريكي شكل التليفون، لما شكل التليفون كده يبقى وضع البني ادم ايه؟ انت لما يعني شفت اخوك كان عامل ازاي؟ يعني حضرتك التليفون مدعو، انا التليفون معايا تليفون اخوك. تليفون اخويا ايوه. هجيبه لك حالا دلوقتي. هتجيب الشنطة بتاعتي. انت بتقول انا لما شفت اخويا ما عرفتوش. يا محمد هات الشنطة بتاعتي يا محمد. حضرتك بتقول لما شفته انا ما عرفتوش ليه؟ ما عرفتش ان هو ده اخوك. حضرتك يكتفيك الشر. يكفيك الشر اصلا. ربنا يكفي الشر يا رب. يعني حضرتك كنت مجهز ان انت تنزل من السفر وتشوفه؟ هذا كان نازل اول امبارح ومكلمه بالليل كان بيعزي ومعادي وهو عمه، وهو كان معاه هو بيعزي، كان بيعزي معاه هو عمه. هو كان في عزا هنا، كان في عزا هنا، هو كان معايا في موته لحد الساعه 1 بالليل. كان معاك في موته لحد الساعه 1؟ ايوه قبلها بليل. وبقى احكي لنا اللي حصل. انا مسافر مصر ان شاء الله الفجر عشان شغله. رايح لشغلي باذن الله. تمام. جيت من موتى من بزويف عند جامعتنا بزويف على الزينه، وجينا الساعه 1 بالليل، كان معايا اخر حاجه قعدت معاها الساعه 1 بالليل. تمام. بيسافر من هنا حوالي الساعه 3 يوصل شغله الساعه 5 الصبح. فوجئنا ان هو جانا الخبر ان هو واحد خبط بالعربيه. لا اله الا الله. فطبعا رحنا للمستشفى الهرم، لقينا ان وضعه مختلف جدا والاحوال ما، ولكن يعني احنا عاديه لما احنا راضيين بقضاء ربنا اولا. انا ما كنتش عادي، انا قلت حد اصلا ما كنتش متوقع. لا نهائي طبعا، كنت فاكر الموضوع حاسه عاديه. عارف حضرتك لو واحد عادي مثلا وخبطه بالغلط مثلا، ما كلنا بنحصل وارد. بل الله ونعم الوكيل. اما حضرتك ده غير عادي. حضرتك انا هو عارف حضرتك لما طلع عليا في الهبه بيكلمني من ربنا بيكلمني والله هو مش واعي. هو نعم الوكيل، هو حضرتك مش واعي. في البدايه احنا كنا يعني الحمد لله رب العالمين راضيين بقضاء اولا، وده مقدر مكتوب. طلع على قفله عيش. عظيم بقضاء الله عز وجل. حزب الله حزب الله. حضرتك من جيران؟ من جيران ولا ده ايه عمتك؟ وانا خلاص احتبر ابني. حزب الله ونعم الوكيل، عشان ما هو شبعان يدوس على الجعان. حزب الله ونعم يتحرق قلبه زي ما حرق قلبنا. يتحرق قلبه زي ما حرق قلبنا. حزب الله ونعم الوكيل. حزب الله ونعم الوكيل، عشان ما هو شبعان يدوس على الجعان. منه لله. حزب الله ونعم الوكيل يتحرق دمك. احنا عايزين نشرب دمه زي ما شربنا دم ابننا. نشرب دمه. مش هنسيب حقه. مش هنسيب حقه. مش هنسيب حقه. مش هنسيب حقه. حرق قلبنا. بص حضرتك، هو حضرتك اصلا في النيابه وهو طالع عليا، هو طالع عليا مش في وعيه. فانا بس عشان القضاء بتاعنا وعارف انه عادل، انا ما رضيتش اعمل له اي حاجه. ده التليفون بتاعه حضرتك. ده التليفون بتاع اخوك. الله، ده تليفون اخويا اهو. يا حبيبي شايف حضرتك منظر التليفون عامل ازاي؟ يبقى شوف الجثه عامله ازاي نفسها بقى. انا حضرتك في وانا بغسل اخويا ماليش في حته اغسلها فيه. اخويا مدعوك. مدعوك. اخويا حضرتك مدعوك. هو بقى هيقعد بقى يقول لي نفوذ وفلوس ومش عارف الكلام ده كله، انا ده كله ما يخصنيش. وبعتوا لي ناس قعدت تتفاوض معايا وانا ما رضيتش اتفاوض. اللي بعته ايوه، ومدير اعمالهم كلها كانوا ملمين حواليا وانا ما رضيتش. قلت لهم انا مش هتنزل عن حق اخويا ومش هسيب حق اخويا. خلاصه الكلام ان هو احنا نحتسب ابننا شهيد عند الله عز وجل. ده طبعا جاي معانا من عزم بريسويف وعزينا، وصباح مشي لاجل شغله، وشغال في شركه في اكتوبر سواق، وكل الدنيا تشهد له بالشهامة والرجولة ان هو كان مجامل جميع الناس، مجامل الكبير ومجامل الصغير ومجامل اهل البلد ومجامل اي حد فضل ربنا عز وجل. عمو ايوه عمو. ولكن احنا راضيين بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ولكن في حاجه، هو الراجل ده لو جاي المنطقه، هو الراجل ده لو جاي مثلا، اسال من بره، لو جاي الراجل ده من لو جاي من سهره قرانيه او جاي من 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 حلقه تعليم او جاي من اي حاجه دينيه، احنا ولكن ده جانا الخبر ان هو جاي من سهره، يعني جاي مغني في فرح ومروح، كان سكران شارب الله اعلم. ومع ذلك احنا كان طالع في اليوم ده للقمه اكل عيش، طالع لقمه اكل عيش شويه، طالع شغال سواق بيستلم شغله الساعه 5 ونص او 6، فاتصل بالورديه جايه له بالعربيه عشان يستلم شغله. تمام. ففوجئ انه ده جاي باقصى سرعه
والكاميرات جايبه كل حاجه. هو بيقول لي انا بجري على سرعه 70 ده ما حصلش، الكاميرات جايبه كل حاجه وخبط العربيه وتعويرات العربيه تدل على انه فعلا كان سريع جدا. وبقول رايح اذبح رجلي واعمل عقيق لابني، يعني ماشي مش بوعي وجاي من فرح، ولكن ابننا شهيد. جاي على التلفزيون ان هو بيرقص. لا قاعد على التلفزيون، لا على التلفزيون، لا على التلفزيون يا ابله، لا على التلفزيون في التوقيت اللي عمل فيه. ايوه في الوقت اللي عمل فيه حاجه غير. طولونا لو بس طولونا، واحنا نخنق الموت زي ما موته، زي ما موت ابننا اللي موته، زي ما موت راجلنا الموته، بس طولونا له. القضاء هيقول كلمته يا حاج. ان شاء الله القضاء عادل، واحنا لو هنعمل حاجه كنا عملنا من امبارح من ساعه الحادث، ولكن عارفين ان القضاء فعلا عادل بفضل الله عز وجل. هو كان طالع بيرقص قبليها يعني وراح الحفله. هو حضرتك كان في حفله حضرتك وسهران طول الليل حضرتك مستنيه من واحد سهران طول الليل وفي حفله والعمليه حلوه والدنيا تمام يعني. تدعك بقى اللي رايح على اكل عيشه؟ على اكل عيشه. طالع اللي يقول على اولاده؟ على اولاد. اقول لحضرتك حاجه، دي من ضمن اللي كان متكفلهم، ابن عمي متوفي برضه بقى له فتره. فتره اربعه صغيرين، هو كان متكفل بيه، يعني بص حضرتك اخويا ده لو في جيبه جنيه، لو في جيبه جنيه وبيته محتاج ودول محتاجين هيقسم نصهم. اخويا ده حضرتك لو مشيتي في البلد هنا اي حد، مش بقول عشان اخويا، لا حضرتك كنت طالعه كده وقف اي حد في الشارع وقولي له احمد مفتاح. والله قولي له احمد مفتاح. العربيه كلها زعلانه. اقول لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك حاجه، مشهد الجنازه امبارح انت لو شفتيه كان صعب. اقول لحضرتك حاجه، انا اخوه بمشي على حسه، انا بجمته ام يوسف، يعني ما امشي في حتت كده مثلا وشوفوا له انت اخو احمد مفتاح، لما مثلا اقابل واحد واشوفه اسلم عليه انت اخو احمد مفتاح. كان شوف الارض كان يحبه، كان شالوه. ليه بني ادم زي ده يستهتر بالناس وبارواح الناس يعمل فيه كده؟ نطلب العون من الله عز وجل، نطلب العون من ربنا. ليه حضرتك؟ ليه عاوزين يموت؟ معلش حضرتك، معلش حضرتك، انا عندي قضاء مصر عادل والنزاهه، وباذنك يا رب حق اخويا راجع. ولاده؟ اتفضلي حضرتك. حرام محمد. محمد ويوسف. ولاد ابن عم وصف. محمد ويوسف فاهم. أربعة لون. هات محمد ويوسف يا. أربعة لون وأربعة. هو حضرتك عنده اتنين بنات؟ أخت. اتنين ولا؟ أخت ساوكت يا أم. أخت دي؟ دي السند. عاوزة حق أخويا. دي السند. عاوزة أخويا. بص حضرتك ما كان عندي أي مشاكل، كان أي حاجة، كان هو حضرتك هو اللي كان بيوالي. أيوه. أنا كحضرتك أنا سواق بسافر. عليك حاله نفسيه لف بيا الدنيا عشان اخف. حضرتك بصي مش عاوز اقول لك ده لف بيا الدنيا عشان اخف. ده سند عيله، سند مش سند بيت بس، سند عيله. عارفه يعني ايه حضرتك سند عيله؟ حضرتك احنا ثلاثه اخوات اصغر منه، اربعه اخوات اصغر منه ماشيين عليه، هو اللي متكفل بينا برضه كمشي. عايزين حق اخويا بالعدل. اتفضلي. زي ما حصل لاخويا يتحصل يتعمل فيه. اتفضلي حضرتك. زي ما اتعمل في اخويا بالظبط يتعمل فيه. عشان ما تقولش على نفسه، ما تقولش على عبد الله. ده طلع على اكل عيشه العربية، يسيب نفسه. طلع على اكل عيشه، مش طالع يتمسخر زي ما هو ده يتمسخر بعربيات. حضرتك احنا مش بتوع مسخره. العربيه احنا ناس على اكل عيشنا. ربنا احنا ناس ربنا على اكل عيشنا. اخويا ده بيصلي فرض بفرضه حتى الفجر. صوت لو سمحت يا جماعه التليفون. وما بص حضرتك ما يعرفش اي حاجه. ما يعرفش بص عوخ خالص. انا بقول لحضرتك لو مشيتي في البلد سالت بص اصغر واحد لحد اخر بص اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، زمايله في الشغل جايين دلوقتي، زمايله في الشغل جايين دلوقتي تمام. حضرتك بقعد يصوروا معاهم، اسالهم ظروفه على طول، بيجينا على طول.